أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هنا ليبيا وتتابعون فيها. موظفون تابعون للهلال الأحمر الليبي محتجزون. عشاق الدراجات النارية يجوبون الوطن. والفنان الليبي يعاني من فقدان حقوقه. ندد متطوعون وعاملون وموظفون بالهلال الأحمر الليبي فرع جالو في بيان لهم تعرض موظفي الأمانة العامة بنغازي للاحتجاز، مطالبون النائب العام بالتدخل والتحقيق في الواقعة. كما أصدر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط بيانا يستنكرون فيه حجز الموظفين ويطالبون من الجهات التشريعية والحكومات والجهات الأمنية والعسكرية بفك احتجاز الموظفين، كما يطالبون بحماية شارة الهلال الأحمر بموجب القانون أو القوانين المحلية. موظفين الأمانة العامة يستنكر المتطوعين والعاملين بفرع الهلال الأحمر جالو ما تعرض له زملائهم رجب العوامي وأحمد المجرحي الموظفين بالأمانة العامة بنغازي والمكلفين بحراسة مقر الأمانة الكائن بحي سيد الحسين من خطف واحتجاز لحريتهم من داخل مقر عملهم دون اعتبار أو مراعاة مطلوب لعملهم في خدمة هذه المؤسسة. وندعو النائب العام بالتدخل بالتحقيق وكافة الأجهزة الأمنية المختصة بالتدخل للكشف عن ملابسات ذلك واتخاذ إجراءات قانونية ضد الفعل عليه يكون عبرة لغيره. قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد مستشفى بن جواد العام بالعديد من الأجهزة والمعدات الطبية، حيث جاء الدعم بعد أن التقى رئيس المؤسسة مع مدير مستشفى بن جواد والذي عبر فيه عن مدى حاجة المستشفى للدعم، خاصة أنها تقع من ضمن المناطق المجاورة للعملية النفطية. طبعا مستشفى بن جواد كان ولا زال يقدم خدمة جيدة ومتميزة لأهل المنطقة أو لأهل منطقة خليج السدرة، لأن الكثير من الحالات من منطقة خليج السدرة لعدم وجود مستشفيات أخرى، وأيضا من مناطق أخرى، أيضا من جدابية، من بشر، من مرادة، من سرت، في حالات كثيرة تأتي إلينا لكثير من التخصصات سواء الجراحة سواء النساء والولادة. زودتنا المؤسسة الوطنية للنفط بأجهزة حيوية تهم المواطن، وطبعا برضو الطبيب يقدر يشتغل عليهم لإنقاذ حياة الكثير من المرضى. تم تزويدنا بأجهزة عدة، من ضمنها جهاز منظار جراحي الماركاش تورس، طبعا هذا يعتبر من أفضل الأجهزة الجراحية. باستعمال هذا الجهاز سيقوم الأخصائيين أو الاستشاريين الجراحة بعمل جميع العمليات، وما عادش فيه فتح بطن، استئصال مرارة، استئصال كيس، استئصال زايدة. طبعا أيضا تم تزويدنا بجهاز موجات فوق الصوتية اللي هو فيه الفور دي، وفيه إيكو اللي هو صورة القلب، صورة التلفزيون للقلب. جودونا بجهاز تعقيم كامل، وأيضا قسم الأطفال أو حديثي الولادة كان له نصيب الأسد في هذه الأجهزة، حتى اللي هو جهاز التنفس الصناعي، جهاز العلاج الصفراء، عدد 2 حضانات. وعند استعمال هذه الأجهزة في القريب العاجل سوف لن يكون هناك تحويل للحالات الخدج أو الأطفال اللي هم غير كاملين النمو. مجموعة من الشباب رفعوا شعار ثقات ارحال إخوة محبة، عرفونا بأنفسهم فقالوا قررنا الترحال في ربوع الوطن والمشاركة في المهرجانات ودعم الأنشطة والهوايات الميكانيكية وتشجيع السياحة المحلية والمساهمة في الرفع من مستوى الوعي والثقافة المجتمعية، ويطالبوا أحبتهم بأن يشاركوهم عشق وشغف الدراجات النارية رمز السلام في رحلاتهم حتى يزوروا ربوع الوطن من غربه إلى شرقه.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا نادر فارس أحد المتحدثين باسم الفريق. مرحبا سيد فارس، بداية احكي لنا عن الفريق وكيف تأسس. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ونحب نشكر قناة الوسط وكافة العاملين والسادة المشاهدين على إتاحة الفرصة هذه لتقديم صورة للدراجات النارية إن شاء الله في ليبيا. طبعا فريق في اي بي بايكرز ليبيا تأسس كفكرة 2018، مجموعة من الدراجين كنا أصدقاء ونطلع مع بعض، ولقينا أن المجتمع الليبي في الفترة الأخيرة صارت فيه فرقة نتيجة بعض الأفكار الغريبة اللي خشت علينا، اللي مش متعودين عليها ولا متربيين عليها إحنا. فحاولنا أن نسخر هواية الدراجة النارية وعشقنا لها أن نساهموا في الرفع وفي مستوى الثقافة المجتمعية والمساهمة أن نكون حاجة إيجابية في ليبيا. تأسس الفريق كفكرة في 2018، تم تسجيل الفريق رسميا في الاتحاد الليبي للدراجات النارية في غرة 2020. الفريق يقوم بعديد من المناشط الاجتماعية ومركز على المناشط الخيرية أكثر حاجة، بحيث يعني يغير صورة المجتمع حول الدراجات النارية وحول السائقين الدراجات النارية، إن من الصورة السلبية اللي كانت عليه لمرحلة ثانية، أن نحاول أن نكون طفرة إيجابية في المجتمع، وأن إحنا نحاول نكون قدوة للدراجين الشباب. وفي نفس الوقت يعني يسعى الفريق أن يعرف الوجه الصحيح لليبيا، الوجه اللي غير معروف عند العالم. يعني ليبيا تتمتع بأجواء جميلة جدا، يعني على طول السنة عندها مواسم سياحية على طول السنة، فيها مدن أثرية، فيها مدن ساحلية صحراوية. فحاولنا أن احنا نساهموا في التعريف بليبيا بالشكل الصحيح. نعم سيد نادر، حسب ما أنا فهمت منك حاليا، أنك أنت بغض النظر أنك تبي تنشر الثقافة هذه أنت والجروب متاعك، لكن في لمسة منك أنك تبي تجمع جميع شباب المدن والمناطق، هذه الهدف من فريقكم؟ ان شاء الله. هو الفريق طبعا الفريق متكون راهم من هو نموذج ليبيا مصغر، الفريق هذا لان عباره على الاعضاء تاعه من كل المدن الليبيه، من شرقها غربها جنوبها، من الجبل من الساحل، فهو انعكاس لليبيا يعني. نعم. فحاولنا ان احنا نوصلوا الفكره هذه، ان ليبيا ممكن تعتبر عينة في الفريق، هو هذه ليبيا الحقيقية اللي نشبعوا فيها احنا لمتنا وقلبنا على بعض والتجوال في ليبيا ونتمتعوا بها. الفريق طبعا كانت عنده مساهمات ومشاركات في عدة مدن ليبية من باب التعريف بالسياحة الداخلية والمحلية، ونعرفوا المجتمع المحلي والعالمي، نحاولوا ان نوصلوا صورة ثانية وشن عندنا احنا من اماكن سياحية واثرية، لان ليبيا معروفة عندها أثار غير معروفة ويعني مقصرين في حقها احنا في التاريخ، نبغى نعرفها للمجتمع المحلي والعالمي إن شاء الله. نعم سيد نادر، طيب احكي لنا على الأماكن اللي زرتوها وشن المواقع الأثرية يعني اللي سلطوا الضوء عليها. طبعا بالنسبة للزيارات المحلية، طبعا عندنا عروس الجبل غدامس، عفوا عروس الجبل هذه غريان، نقوم بمهرجان سنوي تجمع أصدقاء في اي بي في شهر 11، المناخ ملائم فيها. عندنا غدامس لؤلؤة الصحراء حتى هي قمنا بزيارتها وتعرف بها، درنا رحلة وشاركنا في مهرجان ليبيا السلام للمنطقة الشرقية، وجبنا شحات ودرنا وراس الهلال، يعني البيضة، مشينا بالدراجات من هنا لعند غديكاي، وكانت الخطوة هذه من أهم الخطوات الإيجابية اللي درناها في شهر 3 اللي فات، واللي كان مستحق لها الوطن وكان مستحق لها رأب الصدع اللي صاير بين الليبيين. وطبعا عندنا مشاركات يعني عربية، عندنا مهرجان في تونس مشينا له،
في 2021 عندنا مهرجان في مصر اللي هو كان هذا مهرجان خيري شاركنا فيه بالتزامن مع الحملة اللي درناها احنا هنا في المستشفى الجامعي طرابلس لدعم أطفال مرضى الأورام. وهذا الهدف الأساسي للفريق أنه هو يحاول أن يحفز المجتمع. طيب نادر، احكي لنا لو في عوائق تواجه فيكم أثناء رحلتكم. والله أكثر العوائق اللي تواجه فينا حاليا هي تعتبر الوقود في الرحلات الطويلة. أنت تعرف يعني يعني الباقي يعني يعتبر ما فيش عائق عندنا في يعني كهواية درجة نارية. في صعاب عادية هذه بتلاقيها يعني ضريبة الهواية هي وعشقنا للهواية هي، بس في المرحلة الحالية يعتبر الوقود أكثر عائق لنا لازم نحطوه في حسبتنا. ويعني تخيل أنت بتمشي لرحلة وبترفع وقود معك، هو رفع الوقود بروحها يعتبر خطر علينا، لكن ملزمين أن احنا نوفر جميع الدعم اللوجستي معنا يعني في الرحلات. طيب سيد نادر، هل في جهة معينة تدعم فيكم؟ لا والله للأمانة يعني في مهرجانات نحاولوا إن مثلا نشوفوا شركات خاصة عامة إن ممكن يكونوا راعين لبعض الجهات، لكن ما فيش، هو عبارة على صندوق احنا مديرين نجمعه في قيمة مالية يعني بسيطة جدا يعني 40 دينار في الشهر، يعني كل ما نجمعه قيمة محددة نحاولوا إن نديروا مهرجان أو حدث نسعوا أن نغيروا به الطابع اللي موجود في ليبيا يعني السلبي، ونحاولوا أن نصلوا لأهداف يعني عندنا أثمى وأرقى، ونحاولوا بإذن الله أن نوصلوا لها. زي ما قلت لك أكثر حاجة أن احنا نحفظوا في الشركات والجهات العامة والخاصة أنها تدعم وتقوم بالنشاطات الخيرية باستغلال هواية الدرجات النارية. نعم، احكي لنا على آخر رحلة لك في الشرق وكيف كان الاستقبال؟ والله الاستقبال يعني شو بنقول لك، هذه حقيقة الليبيين، كان أكثر من رائع يعني. أخوتنا غديكاي نادي أولد سكول للدرجات النارية، يعني شو بنقول لك، لدرجة أن الإنسان تمنيت أن الليبيين كلهم مشوا معنا في الرحلة هي باش يعرفوا أن الليبيين غير اللي شوفوا فيه في الظاهر هو الجانب السلبي يعني. للأمانة والله يعز اللسان على الوصف، كانت رحلة ممتعة وكنا بين خوتنا وهلنا، وفي الطريق يعني بصفة عامة كل الناس يعني استقبلتنا وتقدم في المساعدات وبارك الله فيهم يعني. يعني ما نقدرش نوصل لك يعني إلا إذا كان كنت معانا يعني الإحساس، ونتمنى أن كل الليبيين يكون في تواصل بينهم وبين بعض بالطريقة هي يعني. سيد نادر بإيجاز، أحكي لنا على آخر نشاط لك وين حيكون حصري لنا؟ والله بإذن الله عندنا النشاطات المستهدفة، عندنا سمر دي هذا برنامج صيفي، عندنا بإذن الله مشاركة في رالي في تونس كان نسخ الربي في شهر 7 المستهدف، ونسعوا إن احنا نقدموا مشاركة وحنخلوها نسعوا لها يعني، وحتكون مفاجأة لو إن احنا وفقنا الله للجميع، ولو احنا نجحنا في الشيء هذا اكيد حتكونوا انتم اول وحدين حنقول لكم عليها يعني باذن الله. شكرا لك، كان معنا احد المتحدثين باسم الفريق نادر فارس، شكرا جزيلا. مشاهدينا تتابعونا بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، وأما الآن إلى آخر الأخبار والمستجدات مع مراسلنا عز الدين أبو العوينات من مدينة طرابلس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحوصلة للحديث عن أهم وأبرز الأخبار داخل العاصمة طرابلس. البداية نتحدث عن إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم. هذه المناسبة التي قام بتنظيمها طلبة كلية التقنية الطبية في جامعة طرابلس لما له من أهمية للتبرع بالدم ولما له من فائدة على صحة الإنسان.
نتحدث عن الجانب الخدمي وعن الملف الأكثر يعني معاناة من قبل المواطنين وهو ملف الكهرباء. هذا الملف الذي لم يتم إيجاد أي حلول جذرية لها. تحدثنا فيما سبق عن هذه الإشكالية وتحدثنا عن العديد من المناشدات من قبل الشركة العامة للكهرباء، وتحدثنا أيضا عن العديد من المطالبات من قبل المواطنين لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة. في الحقيقة يعني الوضع زاد يعني أصبح في تأزم كبير، خصوصا بعد دخول فصل الصيف. من المعروف في هذا الفصل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والازدياد الكبير في الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين، وأيضا زيادة ساعات طرح الأحمال مقسمة على فترتين يوميا، 4 ساعات في الفترة الصباحية و4 ساعات في الفترة المسائية. نتحدث أيضا عن حدوث اشتباكات مسلحة حصلت قبل يومين في العاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة لأسباب لم نستطيع التحصل عليها، ولكن هذه الاشتباكات حصلت في وسط العاصمة في مكان مكتظ بالسكان، وهذا المكان معروف جزيرة سوق التلاتاء وطريق الشط، مما سبب في هلع وخوف كبير من قبل العائلات. استمرت الاشتباكات لمدة ساعة أو ساعة ونصف تقريبا، تدخلت قوة اللواء المعروفة ب3 أربعات وقامت بفض النزاع، وتم إخراج العائلات العالقة من ذلك المكان، وأيضا تم تأمين تلك المنطقة من قبل هذه القوة. أيضا شاهدنا اتصال رئيس الحكومة بأمر القوة وطلب منه تأمين تلك المنطقة وإخراج كافة العائلات، وأيضا طالب يعني إلقاء القبض على من يقوم بهذه الأعمال، وخصوصا أن طرابلس شهدت العديد من الاشتباكات مما سببت في الانهيار في البنية التحتية. هذه أبرز وأهم الأحداث التي كانت خلال الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس. انتظرونا في حوصلة أخرى وتغطية أخرى. عودة الآن إلى الاستوديو مع الزملاء. تأتي أيام العامرة في سلسلة أنشطة بمنتدى براح الذي يتميز بنشاطه المدني، حيث يهدف إلى المساهمة في إبقاء النشاط حياً، ويتضمن كل أسبوع سلسلة من المعارض والجلسات الحوارية وحلقات النقاش والحفلات الموسيقية، كما يضم معرض صور فوتوغرافية أعده الأديب والمؤرخ محمد العنيزي ل70 شخصية بنغازية، ومعرض لوحات مائية للفنان خالد الصديق، ومعرض جداريات لمجموعة من الفنانين. حول هذا الموضوع ينضم معنا رئيس مجلس إدارة براح للثقافة والفنون حازم الفرجاني. مرحبا بك سيد حازم. ضعنا في صورة هذه الأسابيع الثلاث التي كانت حافلة بالجلسات الحوارية. مساء الخير على الجميع. الأسبوع الثالث لبراح أسبوع أيام العامرة، درجنا من سنة بالذات أو بالضبط على كل 6 أشهر أو كل 5 أشهر نديره في أسبوع. الأسبوع هذا هو الأسبوع الثالث. الأسبوع الأول كان بعنوان فنون السبعة، تناول كل يوم فيه فن من فنون السبعة، المسرح، العمارة وغيرهن. كل يوم يكون فيه ندوات، جلسات حوارية، يكون فيه دورات مستمرة طوال الأسبوع، يكون فيه معارض، يكون فيه حفلات موسيقية. فهذا الأسبوع الثالث الطابع نتاعه طابع وطني شوية. كان الجلسات الحوارية اللي فيه وحلقات النقاش كلهن تدور حول أمور تمس المواطن بشكل مباشر، في شكل الدولة، نظام الحكم، الانتخابات وأهميتهن. وهو هذا الشيء اللي احنا قاعدين نحاول انه هو يكون ما زال موجود كفكرة موجودة لدى المواطن. الأسبوع هذا كيف ما درجنا من قبل، عمرنا ما درنا شغل برواحنا كمؤسسة براح. كل أعمالنا كانت مشاركة مع مؤسسات أخرى المجتمع المدني. فالأسبوع هذا بشاركتنا مؤسستين، هي جمعية التواصل هي المسؤولة عن إدارة هذه الجلسات، ونادي المناظرة الليبي بحيث أنه هو يكون فيه مناظرات فيما بين مرشحين برلمانيين مقترحين أو منتخبين إن شاء الله.
خلال هذا الأسبوع الدي إن إيه تاع براح اللي هو الفن. فلذلك انجرى ثلاث معارض اليوم، كان المعرض الثالث بدينا فيه. المعرض الأول زي ما قلت حضرتك لي 70 شخصية بنغازية. طبعا احنا قلنا بنغازية نتيجة انه هو من الصعب جدا حتى البنغازية صعب ان احنا نغطوهم كلهم، لكن ان شاء الله من الممكن انه يكون في مشروع اكبر من هيك بحيث انه يكون في شخصيات ليبية. 70 شخصية بنغازية الهدف منهم ربط الجيل الجديد بالجيل القديم، و تعريف الجيل الجديد بأنه هو لديه إرث عظيم يستند إليه، لديه قمم من العلوم الفكرية الإبداعية. مش كل فكرنا وكل ثقافتنا هي حرب وقتال وعنف، لا، احنا لدينا الإعلامي، لدينا الصحفي، لدينا المفكر، لدينا الأديب، ولدينا الناقد، ولدينا الشاعر، ولدينا المغني، ولدينا العازف، لدينا كل هذه الأشياء. نعم سيد حازم. فهي هذه الفكرة في المعرض الأول اللي كان مشرف عليه الكاتب المؤرخ محمد عنيزي، المعرض الثاني للفنان خالد الصديق لوحات مائية، والمعرض الثالث اللي هو نوعا ما معرض استثنائي شوية، معرض جداريات ليبية لخمسة من الفنانين اللي من أبناء البراح: أستاذ محمد البرناوي، أستاذ علي قرقوري، عبد القادر بدر، ناصر البراني، وعبد الرؤوف الأمين. نعم. كان هدفنا أن احنا نديروا ربط فيما بين هؤلاء الفنانين وما بين المجتمع. الجداريات هذه الهدف منها أن هي تظل كمعرض دائم في براح، بحيث أن يكون أي حد يجي للمدينة يلقى متحف أو معرض مستمر يقدر يزوره في أي وقت، يلقى فيه شيء جدير بالمشاهدة. حضرتكم هتشوف الصور إن شاء الله كذلك على الإنترنت. ساعات هذه اللوحات لوحات كبيرة كلها متر ونصف مترين. نعم سيد حازم. كان سبق الصحف سبق الـ 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 البداية للفنانة شفاء سالم، هي بدأت مشروع الجداريات، وكذلك المعرض الأول لها كان في براح، وهذا المعرض الثاني الجداريات في بنغازي. سيد حازم، لو تحكينا على ردود الأفعال من المقبلين على هذا النشاط. والله ردود الأفعال الحمد لله احنا دائما اللي خلينا نستمر من زمان هو ردود الأفعال. ردود الأفعال كلها مشجعة، كلها إيجابية، كلها خلينا نقدر نستمر في أداء العمل اللي احنا نديره فيه. انت حضرتك والمستمعين والمشاهدين عارفين ان العمل المدني عمل صعب، نتيجة أنه هو اللي نقدمه نحن لا ننتظر شيء مقابل أو نظيرة. نعم. فاللي ننتظر فيه فقط اللي هو أنه يكون فيه أثر إيجابي في المجتمع، وهذا اللي نشوف فيه. يعني إحنا على سبيل المثال المعارض هذين وظيفتهم أو وظائفهم كثيرة جدا، رفع الحس الجمالي، الثقافة وغيرهم. فنلقوا أن قدامنا الجمهور قاعد يتزايد كل مرة، والجمهور ثقافته تتزايد كل مرة. يعني مش الجمهور اللي هو من كم سنة هو الجمهور الآن، لا، اختلف، تحسن، زادت ذائقته وتغيرت عن قبل. الحوارات اللي تفتح الجانبية كثيرة جدا، الفروق اللي تفتح، المشاريع اللي تفتح الفكرية والأدبية والفنية باستمرار موجودة خلال هذه اللقاءات. فردود الافعال يعني رائعه. احنا من ضمن الاشياء كذلك نسيت نقول لكم ان هي درجنا كذلك كل اسبوع هنديروا في حفل فني كبير، حيكون عندنا حفل الجمعه القادمه ان شاء الله يوم 17. احنا بدينا النشاط الموسيقي لدينا في براح بعازف واحد، الان لدينا فرقه الناشئين فيها 15 عازف الحمد لله في الات مختلفه، وهذا نعتبره فيه انجاز ضخم جدا ان اطفال وشباب عازفين يقدروا انهم يتجانسوا لفتره طويله ويستمروا. هذا تحدي ماهوش سهل في هذا الظرف الصعب والوقت الصعب اللي هو الثقافه مش في هدف المواطن الاول، لديه مشاكل كثيره. نعم سيد حازم. بهذه المشاريع وبقائها وبقاء ابنائها معنا، هذا بالنسبه لنا يشكل نقطه كبيره جدا. يعني سيد حازم كنت معنا من هنا ليبيا، اشكرك جزيل الشكر. الفنان الليبي فوزي العبيدي يمر بوعكة صحية جعلته طريح الفراش في انتظار أن تسدد القنوات الفضائية التي قامت بشراء أعماله الفنية وعرضها على شاشاتها ما عليها من التزامات مالية. فهل ستلتزم هذه الجهات بدفع المبالغ المطلوبة منها من أجل أن يتمكن العبيدي من السفر والعلاج، أم أنها ستتحجج كما في السابق بعدم توفر الميزانية؟
فناننا اليوم هو الفنان فوزي العبيدي اللي أسعد الناس خلال أعماله التلفزيونية وعطى واجد للحركة الفنية في ليبيا. الفنان اليوم يمر بوعكة صحية صعبة وتقرر فيها ضرورة إجراء عملية مستعجلة على العمود الفقري عشان يرد يمشي من جديد. تكلف العملية في تونس 4000 دولار وفناننا في الوقت الحالي ما عندهش المبلغ، بس اللي نعرفوه إنه عنده فلوس عند الدولة الليبية مقابل مسلسلات قدمها في شهر رمضان على القنوات المحلية. زملاء الفنان تكلموا من خلال حساباتهم الشخصية على الفيسبوك عن الديون السابقة اللي من المفترض إنها تدفع الفوزي واللي توصل لحد 350 ألف دينار ليبي، غير الديون الثانية اللي لم يتم تسديدها إلى الآن رغم إنه تم عرض أعمالها على الشاشة. السؤال هنا، ليش تأخر الدفع خصوصاً أن حال الفنان يعلم به الكبير والصغير؟ ووين نقابة الفنانين اللي المفروض تصبي جنب الفنان وتدافع عن حقوقه وتصبي معاه وقت الشدة؟ وهذه شدة حصيله، عطول الراجل فلوسة هذا حقه، واللي كان من المفروض تكونوا جنبه كونه فنان ليبي له اسمه ومكانته الفنية، ولكن للأسف مازال مسلسل الإهمال مستمر في حق مبدعين الوطن. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجدداً.